الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا بريد وصوت لشش لم كتب قبرنا دو صوت لشش دو صوت لشش. القواعد الأربع إنسر متني قواعد الأربع بريتلا قواعد جمع قاعدة طبعا وبريتلا لو تشوار ياسا ولو تشوار مسائل قرنقيك شيخ محمد عبد الوهاب باسي كرد ولا قال أصول الثلاثة خوي أصول الثلاثة بابلين كشيخ محمد عبد الوهاب داينا ولا قال يا قواعد الأربعة شي دانا وقواعد الأربعة بريتلا خوي مسائل الأربعة إلى أصلا مسائل الأربعة واتق لفيشا شي كرد أصول الثلاثة دانا وكسي أصلك دوي المسائل الأربعة شي دانا لبر قرنقي مسألة كان ناوي دانا القواعد الأربعة يعني شو قواعدة فلان ترو قبل ترو بتوترة ترو ومسائل مسائل بتشوف ترى تفرق بين الجاكي نام جواب شيء القواعد الأربعة وجاء رحمة إخوة الله بالله بداية كتابكي طبعا شافي وقو باقي من كتابة كانت بسم الله الرحمن الرحيم عادة بناي إخوة دسبيك وكوتمان سنة مؤلفين وايك لهر كتابك أن أسرية يعني هرشتك ألين بناوي إخوة دسبيك بل الحمد لله دسبيك بالصلاة والسلام وفي غمر صلى الله عليه وسلم دسبيك وهكذا الشيخ محمد الله ورحمة إخوة إلى سلبك لكتاب قواعد الأربع ويش دسبيك بسم الله الرحمن الرحيم لفاشان بكو ملك دعاي سور جوان كافل أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة دعوأكم لبروردقار دعوأكم لخواي بروردقار لو خوايك خاوني عرشي قوري أسأل الله الكريم رب العرش العظيم دواءكم لو خوايك صفتي هيك قلت صفة جوانا كان يخوي برجع كبرتي لشي صفتي كرم كريمي بخشندي سخاوتي وبابلين خاوني الرحمة وخير وبركة زور بس الإنسان كان كريم بريتي لو صفة جوانا يخوي برجع كببي أو إلى فقير بتسيء بخشة أو كريمة جوان ترين وباق ترين صفاتك لو صفتاني كخوي برجع لخوي قلتوك صفتي كرمة كبخشينة كلفقينة ترسانة كببيئة وببيع حساب وببيع أنداز شد بخلق دا ببيئة ويلا عقبتي بترسي إنسان وكوتما هاتشنا دولة من بيوك لوبها ومقام زور برزن دنيا يشيها بي ككاتك شد بخشي بخلق حسابي بدوار رجي خويك ولا نوكو دوائي نوكو كم بيتو نوكو 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 هزار شد بوخي دان بلان كريم أو صفتي خواي فرودقار أبو مانايك ناترسي خواي فرودقار لفقيري فشوازك أبخشه كترسي فقيرينية ومن صفة دي بيغمبر صلى الله عليه وسلم من صفة دي تيابه بس طبعا صفة بو أخوة وبو بيغمبر صلى الله عليه وسلم كبشرة فقه أو إخوة لايق بخواي فرقار وصفتي كمالة وي بيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم مخلوقة وتايبة با بيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم بلام لباقي مني مخلوقات كانتر إنسان كانتر أو صفة اللي بيغمبر إخوة زياتر رنجي داوتوا وزياتر جيب جيب وتيايا أسأل الله الكريم رب العرش العظيم دواكم لو خوايك خاوني كرمة خاوني ريزة خاوني بخشندية أو خوايك رب العرش العظيم كبر والذقار عرشي كوريشة ألي قلت مع شاكي خواي فرليلة مؤلف إشارتك أبو صفتك لصفاتكاني خواي فرليلة لدواي كريم كبرت لشي لرب رب معنى الربوبية وات أو خوايك صفات يوايا بخي وكرمانة فرولد كرمانة روزي درمانة جيانر مانة مليانر مانة وهمو كارو باركانا بدستي أو حربو يخوي توحيد الربوبية في أوتي لشي إفراد الله بأفعاله توحيد الألوهية في وتجي إفراد الله بالعبادة يعني أم كرت تعريفنا اللي بيتنا نشيته دائما توحيد الربوبي إفراد الله بأفعاله بتنهازانين إخوال أفعال كان إخوة بتنهازان لو خالق لو رازقة لو مدبرة لو محية لو مميتة لو ك بتاخد تنياها مو كون بابر مدبر كون وأرض وأسمان واتا بتن هذانين إخوان لأفعال كان يا لك لا أو فعلاً كفي هلاسي أو بريتلتي كالجامعة دا بريتلتي كبريتلة توحيد الربوبي إفراد الله بأفعاله بتن هذانين إخوان لفعل كان لك ذا وكان لا جب جكني أمراتي كونا أو بريتلة توحيد الربوبي بالمقابل توحيد الألوهية إفراد الله بالعبادة بتن هذانين إخوان لعبادة بوكرتنا مشركة كان أمان كإشكال النبو لما يانا كإفراد الله بأفعاله هم يعني أهند ولا إن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون واتا هم يعني لسألوه متفقون كتوحيد إخوة لأفعاليا كذين كان ناقل أبو جهل أبو لهب نيود والعياذ بالله
هبل دغه خوای پرودگار آسمانی دروست کردو نه او تمنات عرضی دروست کردو نه او عزا شغکان دروست کشتی وای خلاص یعنی حتی مشرکین لما پاک بود مسئله توحید و ربوبیت اشکال یعنی نه بو افراد الله بی افعاله او نشوان برتاگو تنیا زانی ول افعالیه واتوکو خلقو وکو رزقو وکو موتو وکو حیاتو وکو باقیگی ماش رب العرش العظيم رب العرش العظيم أخوائك خاوني عرشي تيا عرشي قوري لذا طبعا شاكين طبعا عظيم أقرب كين صفة بو عرش وانا رب العرش العظيم أخوائك خاوني پروردگاري عرشي قوري طبعا عرش معلومة كقورتين مخلوق إخوال بونور عرش لدواي عرش قورتين مخلوق كرسية لدواي كرسي أوجه سماوات أوجه سماواته كان أسمانه كان في غمرة في المسل الله صلى الله عليه وسلم حديثك كأكتع حديثك صاحب ولا سر قوري عرش وكرسي أفرمي قوري قوري عرش بسر كرسي وقوري كرسي بسر أسمانه كان وكرسي وايه وكون قلت لي قوايه وقلت لي حلقيك فربي تداو صحراي قوري أم صحراء شنيك بنسبة أم قلت له عقلي بري لا عقلي كسر جينا بيته دی گورای کرسی بسر آسمانه کان و ارض و آونده گورای گورای عرشیش بسر کرسی و آونده گورای یعنی گورای عرش بسر کرسی و گورای کرسی و بقدر آسمانه کان وطمان او حلقه لارض کافر بدری ارض صحرا یعنی او صحرا چن گورای بنسبت او حلقه و زور زور گورای دی کرسی بنسبت آسمانه کان و او ارض و بنسبت او گوستی لو تکستم گوری عرشش بسر کرسی و دیسان وکو او عرض فراوانه وای وکو او کرسی وای بچاو لچاو عرض لچاو عرض آسمانه کان یعنی هیچ تا عرش چون عرض بابلین آسمانه کان کرسی لهمو آسمانه کان و عرض گورتره و اندازه کان وکو انگوستیله وای آسمانه کان و عرض لچاو کرسیه آسمانه کان و عرض وکو انگوستیله وای لچاو کرسیه کرسی وکو انگوستیله وای لچاو عرش دیگرشن كاب رب العرش العظيم ومعنى عظيمة عظيمة فعلا عظمتك لأقل إنسان جينا بيته بيته لو خواهي قبل بيغة مريخوا كاتب بس جبرائيل لك لس دو كاتي كبيني لا كاتي دابزيني وحي الله جبرائيل بيني وبيغة مريخوا لس دو جال الشيوي خوي شصد دالي هبو الله كاتي كبيني وقد سد الأفق يعني أولا قبرب جبرائيل لأرزا نبو لأعثمان بيني لأرزا جينا بو يعني لو منطقة كبيغة مريخوا يتعبو كالأسر حراء أو أشكوته هما انحراء تنبيني ولا راس مشا يعني قطرين وبسترين شاخي ومنطقي كشي كفي غمري فوق بيني أفرمي قد سد الأفق جبرائيل بيني آسمان يجسبوع يعني آسمان لروي في غمرة صلى الله عليه وسلم أو شنيك جبرائيل خوي نشان ده بالكاني كل دوا شصد بعض على آسمان من بيني سد الأفق هم آسمان يجسبوع أما مخلوقك لما مخلوقك كان إخوة كملائكتك لما ملائكتك كان بلان كبيت أرض أخوي إخاتي صورتي إنساني وكو مجالك حتى تلاقي في غمر صلى الله عليه وسلم صورتي كيف نشان دوا دحية كلبي عفنا بيا بيا يعني الصورة أو بيا تلاقي في غمر صلى الله عليه وسلم زوجته زوجته بس شوي بيا كي غريبة وكو حد سكج جبل يلا كابو أو عرش بريتلاو كوت ما قبرت ديني مخلوقة وعظيمش فعلا بويا صفة عظيم بو بكاري أنا وا شو كا عظيم هرب وخي صفة خوي كرول قال فعلا خوي كرول لحمو قبرية قبرتله وأرشيش ديسان لهو مخلوقاتي خواه قبرتره إيه وأم دعائك شمانيك في غمري خواه فرمي صلى الله عليه وسلم هركس يبشت لأي نخوشك وحوجة لأو دعائي في أفرانك أوس أواني في وين أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه خواه شفايا أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه واتا عظيم هاتو بوصفة بو خواه في الرقارش هاتو شبو كي هاتو خواه يقول بكالش أنه عرش طبعا عظمتي خواه في الرقار لقال عظمتي عرشها فرقية صفتي عظمة بو خواه صفتي كيتشيا دائمي ولازم ومخلوق نيا بس صفتي عظمة وعرشيا مخلوقة كشي لقال أواك قولتريني مخلوقش إيه الله دعوة كم لأخواي كخواني كرم خواني عرشي قولي أن يتولاك في الدنيا والآخرة أن يتولاك في الدنيا والآخرة كبوكا بدوستي خوي بدكا بولي خوي للدنيا والقيامة أما قولتين دعاي دعوة كم لخوي فرودجار خاوني عرشي جورا كتبك بدوست ولي خوي لدنيا وقيامة إنسان شكبوه ولي خوا معلومة الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور خوي جورا ولي إيمان دارانا ولا ظلمات دارانا نبوت بناوتي نوري إيمان وتوحيد
وأن يجعلك مباركا أينما كنت وداول خايبر قال كم خاوني عرشي جورا توب ببركتك لهل كي يكبي مباركا يعني بيروزك ببركتك لهل كي يكبي ببي تماي خير وبركته خوشي بو منطقيك توتي دانش بي وتل هل كي يكبي خير وبركت برجيني بس الخلقه وما نايناك ببالني بو مالك تو علم وزانياليك تفي بي خلق استفاده ليك وكشون في امريكا وصف بارانك هل كي باران ببالبيت خير وبركت بو منطقه اكو غضب يعني اگر پاش بیک با غضب و کویک هندیک لولات خارجان رو داد بزارک با میلیون ها خلق لو مالو نا ولاتی خوی هموی خلق کن زیو شونی تعدادیش شونی سرحت که و جای بلام باصی بارانی بغیت یعنی باران بغیت آویک فیاضاناتی بدوان نای بارانی که نرم ناسک جوان برد دنیا فرق لع جاز صفتی مسلمانش به آب و شی وعذبی لهر کیه که آم باران نرم ناسک باری چیه برکت بوار زنا مسلمان شبه آوا بله هر کیه کابو برکت بیبوش بیه وقت خیر رو فعلی هم پیوگیر عمل بچه کن پیوگیر نیگل خراب هم پیوگیر و آنی جعل کم مبارک اینه ما کنم دوال خوی پروگار کم پیروز دکاله هر کیه کابوی وقت بد کاب خوانی برکت لهر کیه کابوی وی بتوانی خازنش بشه دوری خود بگین و آنی جعل کم ممن اذا اعطی شکر و دوال خوی پروگار کم توی کی بکار لوکسانی توی کی بد کاب ای کی لوکسانی اگر ناز و نعمتی کی پید را كفران نعمتي اخوانك الشكر نعمتي اخوانك داوال خايف الرزقاركم توبي جير بيك لو كسانا اذا اعطي شكر هركات ناز نعمتي بسرا بارين را للشاقيبو دولمنيبو مالو خيزانبو بمشكليبو علمبو هرشكبو داوال خايف الرزقاركم شكر اخوانك والدي بك شكر يبكي وكفران او نعمتك او نعمت اللي بينشيت او نعمت فعلا او امن وامان خوشيك ايه متي نعمت او للشاقي همي نعمت ايه وأن يجعلك ممن إذا أعطيه شكر داوال خوي فرودجاركم توي بيجربيك لو كسانيك أجر بيد بخشرا يعني بي بخشرا شكرا أنا بجري خوابك وإذا ابتلي صبر أجر توشي بلاك نار حتيك مصيبتك جبو نخوشيك نار حتيك أو الصبر بجري داواكم لخوي فرودجار بيجربيك لو كسانا أجر بيد بخشرا شكر كي أجر بيد ندرا مصيبتها ترجعات صبر بجري خوي عادة إنسان لأنجامي خوشي ودولماني شكرك لأنجامي بلا مصيبتنا راحتي صبرك هرويك يا غمري خواه فرمي عجبا بو أمري مسلمان همو أمري مسلمان بو الخير وبركته خوشي أقا دولمان بو لشي ساغ بو بركتي بسرا رجيان جا شكري خواهك على سر أو نعمته بو أو خير دولمانك بو أو خير إيقا ناراحتي وبدردو بلا مصيبتها ديسان صبر أكري لسري خواه شكريتو وبشيتو من راضين ببشيتو ديسان بو أوشي بو خير وبركته إيه وإذا أذنب استغفر وإذا أذنب استغفر وداواك من الخايف قال بيجي ربيك لو كساني أجر جناه شكر دوالي خشبون كي خال بيه خدنا بيته طبعا دو مقدمة كيف يشوك كودي أجر إنسان دوا كم الخايف قال بيجي ربيك لو كساني أجر بي بخشرات يبكى شكرك أجر نيد رأي صبرك إيه أجر كسيك أمد وأنا يجي بجينا كده بمان يجي الإنسان ليش يقلب شيء حالته هامش يعني أهلي خوشي ورحمته شكرك يعني أهلي مصيبته وصبر صبرك يعني أو ثاني خوشك بس لا شكرناك بلاقي بس لا ويا صبرناك وعسان سيبك أجر خوشك بس لا أبو شكري كذ أو بديتي أو قشطة مقامك يزور باش أجر بلاقي بس لا أبو ديسان شكري صبري كله سر بلاقي الحمد لله بهذا الزراعة أجر إيش يقلم دعاء النبوة ما أنت يعني سيها مكاي كشيء نشكرك بودولماني وكو كساني كدولمان ولا ياخيبون وتغيان يعني كردو يان وكو او نخوش داماوي كبدبخت بودنيا شي لا دز دشو قيامت شي دز خو يدرك بويك صبريني انسان لمس انا ذات النيا يان دولمان وشكرا شاكرا يان يعني خوشي خد دولماني للرمال سامان للرهموش ديك او بيع مشكله لها مش ديك او يان وايو شاكرا يان وايو شاكرنيا وانا يان مبتلايا صابرة يان مبتلايا صابر نية اگر شاكر بو صابر بو او الحمد لله اگر مبتلا بو بدرديك او صبر نبو دولمن بو شكري نكرد او شتا بشي سيامك شي اذا اذنب قناهك او تاوانك اذا باش افرمي دواكم خويفر والقار يا مسيو بدا اگر تو ايش يقول لو كسانا كتوشي او بو دولمن بو صبر نكرد يان توشي بلايك بوي يعني شكرا انك توشي بلايك بوي صبر انك كوتي تناو تاوان زو توبكي ولا اخوة قريتو زو توبكي ولا اخوة بقريتو واذا اذنب استغفر وداواكم الاخوة فرشقات ويشيك بي لو حفدانا اقر قناهي كر كيف كان
استغفر يكتب الله إخوة قررته هل صفات المؤمنين المتقين كفاية بالغارة في المتشي والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله أو أنك كانت خلافية قناها يكتهواني عن كل يكتب بيدي عن أخوان بيدي كبيرته فاستغفروا لذنوبهم دعوة اللي يخشون الأخوة كان أخوة لأبنا ما ببوري أخوة توجبون أخوة اللي ما بقبولك أخوة رحمن فيك أخوة يتدعوة اللي يخشونك الأخوة فاستغفروا لذنوبهم وما يغفر الذنوب إلا الله وأفرم دباشا كي هي لغيري أخوة لأبنا حي خلق وجبه وأستور محتاج إلى أخواتها لغير إخوة كذا سمع لقناح يخلق وجبه نعم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا أو مما ولم يصروا على ما فعلوا كات الزليكي كر بيكي هل خليسكا لسا أوتاونا بردوان نعم هل سليب الله كالزليكي كر جالة وجبنا هابو كسر قرطة ولا إخوة أخوة التوبو بشمان وقرم ووازهن بلا نقر أو إنساني كمصير لسا تاوان وقناه وخرافة كاري أو براسي تياتشو بو إخوة ولم يصروا على ما فعلوا مصمعين راس تقينا أوي مصمم كذني بري هنا هناك بلام اگر توجبو بي هالخريسكا شيطان خالي خلطان بردهم نابل سجنا حقي ولم يصروا على ما فعل وهم يعلمون اولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحت الانهار خالدين فيها ونعم اجر العاملين إيه جافر فان هؤلاء الثلاث عنوان السعاده براسي امس يشتا رمز دروش من سعادة بختورية بو إنسان أقول دولة من هو طبعا أمس يقرأ كي مثلا إنسان لها محارطة جاري واهيته داشو ساقة محتاجي كسيجنيت أمن وأمان وخوشيت ألو كانت تسوي سبا شيء هي صبر ممكن ذلك مدرق نخوش وكبه نارحت بيتاقت فقيريك دي بس هذا بلايك ومصيبتك دي بس هذا هل نفسي توي إيه لها محارطة إيشا كوش دم قناغي دون شيء قيد صبر قيد إيه خوانا خواست روزه روزانه ده پیاد حلق ریس کرد تو چی گناه یک بود لانجامی یان صبر نبرد نگرد لانجامی بلاکه یان لانجامی دولا منی که شکر نگرد کابو کوب تحالتی تنم سهم که گناه کار بود که گناه کار بود لگلا که پیاد خلیس که یک تا تو بخوی بلای فاضگری تو و تأثیر می امسیانه غنی شاکر مفتلای صابر و مذنبی مستغفر یا مذنبی که ایست دعایی خوش گناه کلا فایفر ولگار اما عنوان سعادت دروش مرمزي بختوري ابو انسان طبعا ام قديمه الى شي ورغتو ولا كتابي وابل الصيب امام ابن القيم اقصى او سيق سي او سيق كلمه كافر ميه هيك كبيره مسيانا اگر توشي دوله من يو خوش حالي ويصبر شكر كي توشي بلا ويصبر بقري قناه كتا توبه كي بكره تولا اخوا ام كلمه جوانانا سي ابن القيم رحمه الله اخوي السابق كان دكتور وطبيب قلوب براستي للري يعني ما بس مان اچاره سر کردنو یا بله هنگ دز نشان کردن دز نشان کردی درد و بلا و مصیبت کان که اشنا دلی انسان او که حقد و قین و حسد و بغض و یعنی حس همو انواع و اشکال کانی ریب و گمان و شک فراسی مامی ابن قیم یعنی اتوانی بله هنگ جورترینی علمای امتا کل بواری دلو درون و تزکیه و زهد و ورع و تقوا قصیه وقتی بکانی چی انسان که اخوانات او جورترین لذت و خوشی لبینه لا لو بالي تزكية ورع ولا مو بالي كمان من الخبيث كلا علماء جورة براسي يعني إيش كلا علماء نيك لنا وملة إسلاما يعني حاوشاني أو كمان لما بس ما أقول بتعبت لما موضوعنا في بكان زور مفيدة زور استفادة فيها كذي قلنا الشيخ محمد رحمة الله خير السلبية أنقص جواناني لا كتاب خي أو ورقتوا اقتباس كردوا وكردوا تبى موضوع بف بداية كتاب خي خوي شو فعلًا كمال دعاء جوانا وكمال خالي بقوته ككوي كردوا لبداية مقدمي كتاب خي فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة براسي أمسيانا دروشمو عنوان السعادة بختوري بإنسان لدواي أودي لسال اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم عليه بسانا خواهي فرردقار رينو مايدك وطاعته بيرايالي خوي اعلم أرشدك الله لطاعته بزانا خواهي فرردقار رينو مايدك إرشادك تشاو ساغتك تشاو روشنتك وطاعته بيرايالي خوي أن الحنيفية ملة إبراهيم ديني باك إبراهيم بريك يا لفهم جاءت مع شايك الشيخ محمد عبد الله رحمة إخوة الله عادة بداية كتابة كان يكتب دعاء دسبيك يعني سبحان الله توت مع شاي فضل وقوري أم بياوب كان تماشى علمه كتابة كاني أم بياوب كان وتماشى أوهم بوهتان ودرو ودلسة إيش كان كأهلي خرافات بوم بياوي على بس يعني توت تماشى كتابة كاني خوي كي كابرها كتابة كيني ببي بسم الله دس بيوكا كتابة كيني ببي الحمد لله دس بيوكا كتابة كيني ببي دعاء خير بو مقابل دس بيوكا خذ زوربي كتابة كان ميتاني بلا زوربي كتابة بسم الله الحمد لله واتيا بلا من لكم كتابة أتوب بيني بداية كتابة بدعاء دس بيوكا وأنا
حسن بلادي كتاب الحمد لله كبر فكات كتاب كي خوي ويك او الله بس شيخ محمد ثمان شافي وانيه اصول الثلاثه بعلم دسبيك رحمك الله دسبيك ارشدك الله لطاعته دسبيك دعاء خيرك ابو مقابل اوصل الى ثمان شافي اسال الله الكريم رب العرش العظيم ان يتولاك في الدنيا والاخره حمي بدعاء دسبيك يعني اثار شنو واركاني كتاب كانيتي انسان كيبيني يعني اگر انسان منصف بو او بيدرك فعلا ان في او اي شكل او علماء هنيك اخوي بيرورغان ناديتي وكم مجدد يقبو تذكر نو الدين راسي في غمر صلى الله عليه وسلم لا سب او شوازي في غمر اخواني ناديتي واثار شنو ورك شيء معلومه كبراسي يكك لو علماء زور زور غورو برزاني اسلام كتواني ودي ديني راس وراس ثقينه او دين حقيقه في غمر اخواني ناديتي خلق او بيقرن توسر او دين باكا لزمانك كخلق توشي خرافاته توشي هاوارو هانا بردن بو غيري خواه وصورانو بدوري قبرابون فايفر ورقال أنبياء وين نلوي خلق لو بلاو مصيبتانا بهو يأور رزقار ببن اعلم أرشدك الله لطاعتي دبزانا خوايفر ورقال رينو مايد كابو يجورا يلبي خوايفر ورقال موافقة كابو يجورا لإخوابي دفرمان إخوا درنجي أن الحنيفية ملة إبراهيم براستي ديني باتي إبراهيم خليل ديني بخوشو خالي إبراهيم خليل ديني راستو قويمي إبراهيم خليل بريتيا لما أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين أو يكتو عبادة بنداتي بوخواي فرورقار بكي بتاق تنيا مخلصا له الدين وإخلاص هبه وديني إخوة دور بلا شريك بخواه برادة مخلص إخلاص دائما لهذا كيف يكابكار هذا دجي تيا دجي شركة مخلص يعني مشرك نبوي مخلصا له الدين وهذا الدين أو دينيك خواي فرورقار وإبراهيم خليل ناردو طبعا إبراهيم خليل معلومك لنا وهمومي اللي تكان الدنيا معتبرة كس يقني للدنيا زم إبراهيم خليلك حتى ميلة كافر كانش حتى قاور رجولك إيش سيرك قاور رجولك برامر في أغنبراني خويشان زوجة غيزيانية والله قلت إبراهيم خليل صوتك حتى فعلا عمود العالم بإبراهيم خليل عمود العالم يعني كولكي دنيا يعني أو دنيا كولكي فيها كولكي بكتل إبراهيم خليل فنشاك أوريزا لا إيمش إبراهيم خليل معلومة كفي أغنبري إخوان صلى الله عليه وسلم كلوصف إبراهيم أكو القرآن في روزي شاهدوا إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين إبراهيم خليل خوي بتاقه ثانية أمتي أكبر أمت يعني قدوة ما مستافي شواء معلمي خير ما مستافي في ما مستافي في الكري شاكب وخلق وهذا معنى قدوة أوي إن إبراهيم كان أمة يعني قدوة ومعلما للخير إن إبراهيم كان أمة قانتا لله يعني بردوام بولا سر عبادته بنداتي بوخوا وكاتك نبو لك كان كإبراهيم غافل بلا بنداتي بوخوا يعني ملازما للطاعة أو للعبادة هم كاتك إبراهيم خليل ملازم بو وطاعة إخوة وعبادة إخوة ساتو كاتك نبو كإبراهيم لعبادته بنداتي إخوة فرودقار دور بكويته إن إبراهيم كان أمة قانتا حنيفا لله وما كان من المشركين وشيش بو حنيف بو حنيف أوش كذا؟ أوش كذا كلام معنى ثاني؟ أو بس خوي معنى دقة ودقي حنيفة ميه المقبل على الله. شو قال خوي جورا في المشي؟ القرآن. فأقيم وجهك للدين القيم. فأقيم وجهك للدين القيم. ملة إبراهيم حنيفة. سيدك. الله سيدك. فأقيم وجهك للدين القيم. روي خود كلا أودينا باك. روي خود ها سيدك. فأقيم وجهه أزعل ما أفرمون إسائي من ابن القيم أفرمين وشي حنيف بمعنى المقبل على الله يكلا ببرو لا إخوة وليس في قلبك ميل إلى غيره لدلت أشتيق ميلك خوشيك لا دانك أشتيق نبي بولاي غيري إخوة يفرر ذلك